English الصف الثالث الترم الأول Unit 5. أهلا بكم في قناتنا قناة طيور الجنة التعليمية. ما تنسوش قبل ما نبدأ لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي Unit 5 اسمها At the Zoo. At the Zoo يعني ايه؟ يعني في حديقة الحيوان. هناخد دلوقتي مع بعض conversation time وهنشوف هناخد فيها ايه. وقت المحادثة ادي واحدة ماشية في الزو بتقول ايه There are so many animals here. There are so many animals here. في حيوانات كتيرة هنا. يلا بقى نشوف ايه هي الحيوانات دي ونشوف ايه معانا كمان. في هنا بتقول ايه I love the zoo. I love the zoo. انا احب حديقة الحيوان. I am very excited. I am very excited. احنا كنا واخدين excited في unit 1. من فاك شاطر وفاكرها؟ برافو عليكم، يعني متحمس. طيب what do you want to see؟ what do you want to see؟ بيسألها what do you want to see؟ انت عايزة تشوفي ايه؟ قالت له ايه؟ let's watch the penguins. let's watch the penguins يعني يلا نشوف مين؟ البطاريق. قال لها ايه؟ good idea. good idea. How about good idea يعني فكرة عظيمة، فكرة جيدة. How about going to the elephant? How about going to the elephant? طب ايه رأيك نروح نشوف الأفيال؟ لو أنا بقرأ بسرعة زي ما قلت لكم ممكن توقفوا الفيديو وتسمعوني مرة واثنين وثلاثة. طيب كده الكونفرزيشن بتاعتنا خلصت. قال ايه دلوقتي هناخدوا ايه؟ هناخدوا animals. هناخدوا ايه؟ animals. animals اللي هي الحيوانات. يلا نشوف الحيوانات بتاعتنا اللي في الزو اسمها ايه؟ اسمها هنا بقول ايه؟ What's your favorite animals؟ سؤال. هنا الاول What's your favorite animals؟ يعني ما هو حيوانك المفضل؟ lion. lion انا كده بتكلم عن حيوان واحد بس، لو هو اسد واحد بس. lion. 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 طيب لو جالي سؤال زي ده What's your favorite animals؟ ايه هو حيوانك المفضل؟ وانا حيواني المفضل اسمه lion. نجاوب ازاي؟ نقول my favorite animals is lion. my favorite animals is lion. my favorite animals is lion. طيب امال ده اسمه ايه؟ برافو، اسمه elephant. elephant. البي مع الاتش بتتنطق ف ف ف sound. elephant. 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 طب هنا what's your favorite animals؟ my favorite animals is elephant. what's your favorite animals؟ my favorite animals is elephant. طيب هنا دي اسمها ايه؟ اسمها giraffe. 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 giraffe يعني زرافة. giraffe. giraffe يعني زرافة. طيب what's your favorite animals؟ my favorite animals is giraffe. My favorite animals is giraffe. طيب امال ده اسمه ايه؟ ده اسمه بنجوين. 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 بنجوين اللي هو طائر البطريق. بنجوين يعني بطريق. طيب what do you want to see؟ what do you want to see؟ انت عايز تشوف ايه؟ what do you want to see؟ I want to see penguins. I don't to see. I want to see penguins. يبقى نقولها ازاي؟ I want to see penguins. طيب بعد كده ده اسمه ايه؟ اسمه hippo. 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 what do you want to see؟ عاوز تشوف ايه؟ I want to see hippo. I want to see hippo. طيب امال ده اسمه ايه؟ اسمه panda. panda. panda اللي هو دب الباندا. طيب what do you want to see؟ I want to see panda. I want to see panda. طيب كده خلصنا الـ animals. يلا نشوف الـ natural habits. natural habits اللي هي البيئات الطبيعية. البيئات الطبيعية، البيئات بتاعت الحيوانات. طب يلا نشوف هي أول بيئة معانا اسمها إيه؟ اسمها lake. 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 طيب امال ده اسمه ايه؟ سي. 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 مين اللي بيعيش في السي من الحيوانات اللي احنا خدناها؟ صح البنجوين. بنجوين اللي هو مين؟ طائر البطريق.
طيب كمين بيعيش في الليك؟ صح هيبو هيبو. طيب ومن مين اللي بيعيش في grass lands؟ grass lands grass lands grass lands. طيب مين اللي بيعيش في grass lands؟ برافو. ممكن مين؟ lions. طيب امال مين دي اسمها ايه؟ اسمها بامبو فورست. بامبو فورست بامبو فورست يعني غابات البامبو، اشجار فيها اشجار، الاشجار دي اسمها بامبو. مين اللي بيعيش هنا؟ الباندا. باندا الباندا بيعيش هنا ليه؟ لان هو اصلا ما بياكلش الا ورق البامبو. طيب يبقى هنا مين اللي بيعيش هنا في البامبو فورست؟ اللي هو الباندا. طيب where are the penguins؟ where are the penguins؟ go straight go straight. لما يجي سؤال زي ده where are the penguins؟ البينجوينز دول فين؟ عايزه تقول له go straight امشي طوالي، go straight turn right احود يمين، then turn left بعد كده احود شمال هتلاقيهم على طول. يبقى هنا where are the penguins؟ فين البينجوينز؟ go straight turn right then turn left. طيب بعد كده سؤال الهوم وورك، what's your favorite animals؟ what's your favorite animals؟ ايه هو حيوانك المفضل؟ شاطر اكتب لي الاجابه في التعليقات. شكرا لكم يا حبايبي، كنتم مع قناه طيور الجنه التعليميه. ما تنسوش لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.